الله يرحمك شيخ زايد الزعيم العربي اللي بنى دولة الإمارات العربية المتحدة، والله أتمنى أزور قبره وأقرأ الفاتحة من كل قلبي وأقول له أنت الزعيم العربي الوحيد، أسس الدولة حقيقية منا لمئة سنة شعب مرتاح، الزعيم الحقيقي اللي عينه على شعبه. وإحنا هنا بالعراق قطعوا راتب المتقاعد، عندنا متقاعد راح يستلم راتب، اتأخر الراتب مات من القهر، أكيد شفتوا على الفيسبوك الشاف هو من عمر المتقاعد، أفنى زهرة شبابه في سبيل الوطن والمواطن ونهاية الخدمة تقطعون راتبه، جابها من 80 ل 88 موظف وحرب إيران ومليون شهيد. خلصنا من حرب إيران اجتنا الكويت دمار وخراب، خلصنا من الكويت دخل بحصار وهو موظف وراتبه ما يكفي، خلص الحصار أمريكا واحتلال العراق ب 2003، خلصنا من 2003 والاحتلال اجتنا الطائفية، خلصنا من الطائفية اجتنا الإرهاب وهو لازال موظف، خلصنا من الإرهاب جانا النزوح والتهجير بالخيم وتبهدلوا رجعوا لديارهم اللي صايرة قاع، اجتنا كورونا ويطلع تقاعد وتقصون راتبه، لكن المفروض تكافئوه، هذا شاف من عمره، هذا قضى عمره بس بالفقر، شعب ما مرتاح صدقا. العيشة في العراق صدقا، العيشة في العراق لا تطاق، صعبة جدا صارت مع كل الأسف.